يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم طبعا في بدايه الحلقه، والكلام طبعا على رحله البحر الاحمر، رحله الجونه اللي بدات يمكن او هتبدا كمان دقائق النهارده ان شاء الله، يمكن في خلال دقائق بسيطه جدا الفرقه هتبتدي تتحرك تحت قياده ريكاردو سواريش للبحر الاحمر وللجونه تحديدا، استعدادا لمواجهه فريق الجونه بكره ان شاء الله في الدوري. الاهلي باذن الله عاد ان شاء الله باذن الله على الطريق الصحيح. وقبل ما ندخل في تفاصيل النهارده الحلقه طبعا هنتكلم فيها جزء كبير جدا نوستالجيا، هنرجع معاكم ذكريات حلوه يمكن ناس كثيره منكم ما تكونش عاشتها، لكنه بالتاكيد جيل مش بس في الاهلي، يمكن في الكوره في مصر كان جيل ذهبي، الدنيا كانت اهدى، الدنيا كانت اروق، ذكريات كثيره جدا وانجازات اكتر هنتكلم فيها النهارده. ماتش الجونه بالتاكيد حاضر، ريكاردو سواريش بالتاكيد موجود معانا النهارده، وبالتاكيد في متابعه لبعثه مصر وابطال مصر في بطولة البحر المتوسط في الجزائر. بس خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا مع حضراتكم. أرقام وكل الإحصائيات اللي بنقدمها لحضراتكم في السادسة وأنا بشوفها وبتابعها مع حضراتكم بيبقى ليها ترجمة عندي ومردود على الكرة في مصر، والتصويب واحد من أهم الأسلحة. احنا نتكلم هنا مثلا على دوري هو الأقوى على مستوى العالم، دوري إنجليزي، وطول عمرنا الحقيقه في اجيال كتيره جدا كان عندنا لعيبه شويطه من عرض تقيل، يعني اللعيب اللي بتلاقي لما تلاقي الدنيا مقفله ومفيش حلول التصويب من بعيد بيكون في اوقات كتير جدا حلول، سواء من كره ثابته او من كور متحركه. عندنا يعني لو اتكلمنا في الاهلي كابتن خالد جدالله، كابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن سمير كمونه، وغيرهم وغيرهم كتير جدا. الكور اللي بتتلعب الكور الثابته دي واحده من اهم الحلول. وعلى مستوى الكره المصريه كان عندنا شويطه كتير جدا ومدفعجيه كتير جدا وناس الحقيقه عندهم تالنت اللعب او التصويب برجليهم الاثنين كتير جدا. الجيل ده يعني انا اسف مفيش، يعني مين في مصر تقدر تقول عليه النهارده في اي كره ثابته تراهن على ان الكره دي بنسبه 70 80% جول؟ مين عنده قدره انه يشوط كوره من نص الملعب؟ يعني في كتير، في هشام حنفي، في محمد صبري في الزمالك، في انا مش عايز انسى حد طبعا، لكن اقصد اقول كان عندنا على طول لعيبه شويطه، لكن في الجيل ده او في العشر سنين الاخرانيه دول ما تقدرش تقول ان الموهبه دي بقت موجوده. هل نقص تمرين؟ هل مشكله اجهزه فنيه ما بتشتغلش على الحته دي عند اللعيبه؟ هل نقص تالنت؟ معرفش السؤال ده اجابته مش عندي طبعا، عند الناس المسؤوله او المتخصصه. نروح للاهلي والجونه. واحد قبل ما ادخل في الكوره الحقيقه وانا بقول الجونه كده بفتكر واحده من البقاع السحريه في مصر، والبلد دي ساحره الحقيقه، يعني اللي اسعده الحظ، وانا يمكن عشان ربنا اكرمني بان انا لفيت مصر كلها من خلال يعني عملي في مجال الاعلام، فشفت جمال البلد دي وتعرفت على كل منطقه وشفت خصوصيتها وشفت جمال متفرد مش ممكن تشوفه في اي حته في العالم. فالحقيقه وانا بتكلم على الاهلي والجونه او مجرد اقتراح قد يلقى قبول من المسؤولين في اتحاد الكوره، معرفش ممكن تكون رابطه الانديه، ممكن تكون وزاره السياحه، معرفش مين ممكن يكون معني بالموضوع، بس هو مجرد اقتراح. بشوف انه لو قبل كل مباراه بتتلعب، يعني النهارده او بكره الجونه هيستضيف الاهلي، مباراه جماهيريه وليها متابعه كبيره جدا، ليه لا ما نعملش قبل المباراه وهي قبل ما تتذاع يعني حاجه صغيره كده بتتكلم على البحر الاحمر او بتتكلم على الجونه؟ في اسكندريه نفس الحكايه، في اسوان نفس الحكايه، في القاهره، في الجيزه، في المحله، في المنصوره، في الاسماعيليه، في بورسعيد. البلد حلوه ومحتاجه الناس تشوفها، محتاجه واحد اهلها يشوفوها، لان انا مدرك تماما انه المصريين ما قدروا يعني مش او الغالبيه العظمى المصريين ما شافوش جمال مصر كلها، ما استمتعوش بان هم يروحوا سينا شمال وجنوب، الصحراء الغربيه، الصحراء الشرقيه، بحر الاحمر، بحر الابيض، بلد فيها تنوع وفيها طبيعه وفيها جمال خلاب. اتمنى الحقيقه انه يعني الفكره دي ممكن تكون مصدر الهام لحد ويتحرك ويعملها. نروح لماتش بكره، ماتش من الماتشات المهمه جدا، واحده من الماتشات المؤجله للنادي الاهلي. الفرقه النهارده اتمرنت الصبح، وبعد كده زي ما قلت لحضراتكم يمكن كمان دقايق الاتوبيس ان شاء الله يتحرك ل الجونه عشان يبات هناك ويستعد طبعا لمواجهه الجونه. مباراه بكره الساعه 9 ان شاء الله على ملعب خالد بشاره، بيغيب عنها طبعا او بيغيب عن فريق نادي الاهلي من اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره حسين الشحات ومحمد عبد المنعم، لكن في الى حد كبير جدا تقدر تقول ان قائمه الاهلي النهارده افضل بكتير من الفتره اللي تولى فيها كابتن سامي قمصان اللي عانى فيها من غيابات كبيره جدا، فبالتالي البدائل موجوده وان شاء الله باذن الله تكون جاهزه
للمباراه. هتكلم طبعا مع ضيفي واحد من نجوم الثمانينات زي ما قلت لحضراتكم على ماتش النهارده على ماتش بكره، بس خليني الاول اروح لبعثه مصر اللي بتشارك طبعا في دوره العاب البحر المتوسط في وهران في الجزائر. طبعا البعثه لغايه النهارده وصل رصيدها ل 45 ميداليه، النهارده كان استقبال حافل الحقيقه لمجموعه دي. فسانت حميده طبعا بطله مصر الذهبيه، ميداليتين ذهب في العاب القوه مسابقه 100 متر و200 متر، وايهاب عبد الرحمن برضو في العاب القوه نجم مصر اللي حقق الميداليه الفضيه في رمي الرمح. ده طبعا لاستقبال اتوبيس مكشوف حضر الحقيقه في مطار القاهره لاستقبالهم دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. والحقيقه البعثه يعني طبعا دي ده شكل الباص اللي استقبلهم النهارده، الباص المفتوح وعليه صور الابطال بسنت حميده 100 متر و200 متر عدو سيدات، ميداليتين ذهب في رصيد مصر، فرقوا معانا الحقيقه وقربونا بشكل كبير جدا من المركز او المنافسه على المركز السادس والسابع. وده طبعا بطلنا ايهاب عبد الرحمن اللي جاب ميداليه فضيه في رمي الرمح. فرق بيننا وبين اسبانيا واعتقد صربيا في المركز الخامس والسادس، مصر حاليا في المركز السابع برصيد 45 ميداليه منهم 11 ذهب 14 فضه و20 ميداليه برونزيه. الفرق بيننا وبين اسبانيا او الفرق بيننا وبين الفرقتين اللي بيسبقونا في الترتيب اسبانيا في السادس وصربيا في الخامس زي ما حضراتكم شايفين كده، او اسبانيا بقت في الخامس، اسبانيا زاد رصيدها ميداليتين، فبالتالي انت بتتكلم في ميداليتين ذهب عندنا واحده باذن الله باذن الله ان شاء الله تكون مضمونه، نتمنى ذلك يعني في الهاندبول. طبعا ده رصيدنا زاد ميداليه كمان من دقائق بسيطه جدا، كانت في ميداليه برونزيه في التايكوندو، فزاد رصيدنا في الميداليات البرونز ل 20 ميداليه، وبقى رصيد مصر 45 ميداليه مش 44 ميداليه، بنحتل بيهم المركز السابع. فرق بيننا وبين اليونان في المركز الثامن ميداليتين ذهب، اعتقد صعب على اليونان تحصلنا، لكن فرصتنا في ان احنا نحصل اسبانيا ممكن تكون وارده. يعني اسبانيا لا ده احنا محتاجين ثلاثة ذهب عشان نعدي اسبانيا، يعني نتمنى التوفيق لابطالنا. عندنا نهائي الهاندبول ان شاء الله هيتلعب يوم الخميس، كل التوفيق او لا يوم الاربعاء، يوم الاربعاء بعد بكره ان شاء الله باذن الله، كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله تجاوزوا صربيا وهنلعب الفايز من صربيا واسبانيا، واحنا تغلبنا النهارده على مقدونيا بعتقد بفرق كبير من سكور 34 تقريبا 20. على كل الاحوال كل التوفيق لكل ابطالنا، الحقيقه اعتقد محصله في حد ذاتها مش قليله، لكن كنا نطمح في الافضل. انا بشوف الحقيقه البالانس او التوازن في الميداليات هو اللي علينا ان احنا نشتغل عليه، يعني رصيد مصر ميداليات كبير مش قليل، وابطال مصر وقدرتهم على الوصول لمنصه التتويج تتجاوز يمكن دول سبقتنا في الترتيب، لكن ازاي تاخد من البرونز والفضه تحط في خانه الذهب هو ده الشغل الشاغل اعتقد ان احنا المفروض نشتغل عليه. عندنا بره ال 11 ذهب عندنا 34 ميداليه، 3 4 منهم كانوا فرقوا معانا كتير جدا، لو 3 4 من البرونز والفضه دول كانوا جم ذهب كانوا فرقوا معانا بشكل كبير جدا في الترتيب. لكن على كل الاحوال الف مبروك لابطالنا اللي شرفونا في دوره البحر المتوسط. نروح هو الحقيقه ميركاتو النهارده يعني عالمي، لكن طبعا لو تابعنا اخبار نجومنا المصريين اهمهم طبعا محمود تريزيجيه اللي تم اعلان عن التعاقد، انهاء التعاقد النهارده والاعلان عن الصفقه بشكل رسمي، انتقل من استون فيلا لترابزون سبورت التركي بطل الدوري بالمناسبه، لانه ناس كتيره جدا ممكن تبقى مش متابعه الدوري التركي بالانطباع السائد كده نبقى عارفين انه جلاتا سراي بشكتاش فنرباشا هم دول اللي بينافسوا على البطوله في تركيا، لكن الحقيقه الكره في تركيا او خريطه الكره في تركيا اتغيرت وترابزون سبور هو بطل الدوري التركي اللي انضم ليه النجم المصري طبعا محمود حسن تريزيجيه في صفقه وصلت لحوالي 4 مليون يورو. وكل التوفيق طبعا لتريزيجيه، واحد من اللعيبه اللي تراهن عليهم على نجاح مشوارهم الاحترافي في الخارج. عندنا كلام كتير طبعا يمكن في فقره السكايب على الصفقات الجديده اللي تم الاعلان عنها النهارده. خيسوس طبعا مهاجم السيتي السابق بينضم رسميا للجانرز للارسنال. عندنا طبعا صفقه مهمه جدا جدا على الرغم من انها تبدو يعني انها مش جماهيريه، ويمكن الاسم ناس كتير من حضراتكم ما يبقوش سمعوا عنه، لكن انتظروا الاسم ده بشكل كبير، كالفين فيليبس. كالفين فيليبس اللي انتقل رسميا لصفوف المان سيتي بعد صفقه طبعا ايرلينج هالاند، اعتقد هيكون واحده من الاضافات الكبيره جدا للسيتي في الموسم المقبل.
تفاصيل أكتر عن الكرة في أوروبا وعن الدوريات الإنجليزية وعلى اللعيبة البرازيلية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هتكون معانا في السادسة مع واحد من نجوم البرازيل ونجوم المان سيتي، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا في السادسة. نجم من نجوم السامبا البرازيلية منتخب البرازيل طبعا، وعن واحد من نجوم كمان المان سيتي جلاوبير ليوناردو الحقيقة هو ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. نرحب بيه ونشكره طبعا على وجوده معانا في السادسة. أهلا بيك على شاشة الأهلي. مرحبا بكم، انا سعيد جدا، هذا امر خاص جدا انا تواجد معكم هنا، انا سعيد جدا. هتكلمني على اثنين من يمكن من امتع الفرق اللي بيقدموا كرة على مستوى العالم، منتخب السامبا طبعا طول عمره الحقيقه مع اختلاف الاجيال واحد من اجمل العروض اللي بتتقدم في كره القدم بيقدمها منتخب البرازيل، وكمان السيتي الحقيقه اللي اتطور بشكل كبير جدا مع بيب جوارديولا في السنوات الاخيره وبقى واحد من اقوى وأبرز فرق كرة القدم في العالم. خليني أبتدي بالسيتي الحقيقة اللي كنت واحد من نجومه، رحيل طبعا البرازيلي خيسوس وانتقاله لصفوف الجانرز صفوف الأرسنال، إزاي بتشوف الصفقة دي وقدرة خيسوس على مواصلة التألق في الدوري الإنجليزي؟ نعم أعتقد أن جابريل خيسوس هو كان يلعب في نفس النادي الذي كنت ألعب فيه في البرازيل في بالميرس، هو يؤدي بشكل جيد جدا. أعتقد أنه أن انتقاله إلى أرسنال كان مهما جدا، هو لاعب مميز جدا، هو لديه الآن المزيد من الدقائق ليلعب، لديه المزيد من الوقت ليظهر قدراته أكثر. بمناسبة بالميرس بالتأكيد خدت فكرة عن الكرة المصرية، احنا يعني بينا مواجهتين، واحدة حسمها الأهلي لصالحه في نسخة كأس العالم قبل الأخيرة وحقق بيها الميدالية البرونزية على حساب بالميرس، وفي النسخة الأخيرة كان التفوق لصالح بالميرس البرازيلي. كانت انطباعاتك إيه عن الكرة المصرية عموما وعن النادي الأهلي بشكل خاص؟ نعم أنا أتذكر جيدا. بالطبع كنت أشجع بالميرس ضد النادي الأهلي، كانت مباراة وأنا أتمنى أن تتوفر الفرصة ليواجه الأهلي فريق برازيلي وألم بمزيد معلومات عن النادي الأهلي. في حد من اللاعبين في أي من المواجهتين لفت نظرك؟ Did you notice it? No. I don't have this. لا، ليس لدي فكرة كبيرة، ولكن أتذكر المباراة. المباراة كانت جيدة، ولكن لم أتذكر لاعبا معينا من الجانب المصري. طيب نروح للدوريات الأوروبية مرة تانية، والحقيقة هبتدي معك يعني تقييمك أو رؤيتك وجهة نظرك ل مستوى اللاعبين البرازيليين، وخصوصا طبعا احنا على اعتاب شهور قليله جدا من بدايه مشوار كاس العالم. مين صاحب المسيره الافضل من وجهه نظرك الموسم ده؟ هل بتعتقد انه بحكم الانجاز مثلا لاعب زي فينيسيوس جونيور، رودريجو كان ليهم دور مهم جدا مع ريال مدريد في تحقيق لقب الشامبيونز ليج ولقب الليجا، ولا بتشوف لعيبه مثلا في الدوري الانجليزي بحكم ان هو الدوري الاقوى على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى، ولا لاعب بحكم الاسم والشهره والجماهيريه زي نيمار طبعا جونيور اللي بيلعب في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان؟ في هذا العام فينيسيوس جونيور بالطبع ادى بشكل رائع مع ريال مدريد، ورودريجو ايضا كان مذهل على أرضية الملعب مع ريال مدريد طوال الموسم، ولكن أعتقد أن فينيسيوس جونيور وأيضا رافينيا مع ليدز يونايتد، أعتقد أن هؤلاء هم أجنحة منتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور ورافينيا، وأيضا لديك مجموعة جيدة لتطور أداء المنتخب البرازيلي. أعتقد أن المنتخب البرازيلي سيكون هو الأقوى والأوفر حظوظا في هذه النسخة من كأس العالم. بالنسبة لنيمار، هل بتشوف أنه نيمار في باريس سان جيرمان
أضاع كتير من فرصه على الأقل على مستوى المنافسة على لقب الأفضل في العالم، وخصوصا مع عدم قدرته في أكتر من موسم على التوالي في تحقيق طبعا البطولة الأهم بالنسبة للفريق الفرنسي وهي بطولة الشامبيونز ليج؟ وهل بترى أنه من مصلحته أنه ينتقل لفريق آخر عنده القدرة على تحقيق اللقب ده، ولا بترى أنه عليه الاستمرار في البي اس جي؟ الناس في البرازيل هنا تتحدث عن هذه الحالة، الناس تتحدث كثيرا عن حالة نيمار دا سيلفا، وأعتقد أن نيمار في العام نيمار لديه عقد مع باريس سان جيرمان. لا أستطيع أن أرى نيمار خارج باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، هو أدى عاما مميزا، ولا أستطيع أن أقول أنه سيرحل. ولو اتكلمنا او اتنقلنا لملف السيتي، الحقيقه السيتي معظم الانديه الكبيره في الدوري الانجليزي غيرت من تشكيلتها الهجوميه، يعني النهارده بنشوف داروين نونيز بينضم ل ليفربول على حساب رحيل ساديو ماني، ايرلينج هالاند في السيتي على حساب خيسوس، الكلام على كريستيانو رونالدو انه لن يبقى في اولد ترافورد وسيرحل عن فريق مانشستر يونايتد، وجهته حتى الان غير معلومه، ولكن في كلام عن اهتمام تشيلسي، في كلام عن اهتمام بايرن ميونخ. ازاي بتشوف مع وجود طبعا هدافين من العيار الثقيل زي محمد صلاح هداف الثلاث نسخ الاخيره، مع وجود هداف زي هاري كين، ازاي بتشوف تغير الخريطه الهجوميه في الدوري الانجليزي، ومين القادر على انه يظهر بشكل كويس في الموسم القادم من وجهه نظرك؟ أنا أعتقد أن هالاند هو سيؤدي مسيرة جيدة مع مانشستر سيتي، لأن في مانشستر سيتي في رأيي الخاص هو أن إيرلينغ هالاند كان المهاجم الذي يحتاجه مانشستر سيتي، فيه كل الخصائص التي يحتاجها مانشستر سيتي، فاستخدام هالاند مانشستر سيتي كان أمرا مميزا. وأيضا أعتقد أن جابريل جيزيس سيؤدي بشكل جيد مع أرسنال، ولكن هالاند هو الذي سيكون الأبرز هذا الموسم. رأيك في صفقة كالفين فيليبس اللي تم الإعلان عليها والمنضم حديثا أيضا للمان سيتي؟ كالفين فيليبس لاعب الوسط المدافع اللي انضم أو اللي تم إعلان عن انضمامه وصفقة ل وتفاصيل الصفقة لصالح المان سيتي، يمكن ما تكونش متابعها. أعتقد أن هذه صفقة مميزة لبيب جوارديولا. بيب جوارديولا لديه القدرة على هذه التحولات، وأن يحضر لاعبين مميزين للنادي. مانشستر سيتي في رأيي سيكون المرشح الأبرز للفوز بالبريمير ليج هذا الموسم. بريمير ليج مانشستر سيتي استطاع أن يستخدم لاعبين رائعين هذا الموسم، وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند هو أعتقد أنه سيكون مميزا أكثر من الموسم الماضي، وقد أنهى الموسم الماضي بطل البريمير ليج. والحقيقة السيتي على مدار موسمين كان الفريق الأقوى وكان الفريق الأبرز والأكثر ترشيحا ل التحقيق لقب الشامبيونز ليج، لان بعتقد ان جماهير السيتي في العالم كله النهارده ما بتدورش على تحقيق البريمير ليج بقد ما بتدور على تحقيق لقب الشامبيونز، وفي مقدمتهم بالمناسبه بيب جوارديولا. خليني اسالك على اثنين من اللاعبين البرازيليين اللي تالقوا بشكل كبير جدا الموسم الاخير، انتوني جناح اياكس امستردام ورافينيا جناح ليدز يونايتد، والحقيقه انا شخصيا توقعت ان هم يكون الموسم ده خطوه انتقالهم لانديه اكبر من اياكس ومن ليدز يونايتد. ازاي بتشوف مستقبلهم وازاي بتشوف تاثير ده كمان على مشاركتهم مع منتخب البرازيل في كاس العالم؟ بالنسبه لرايي في رافينيا وانتوني، اعتقد ان الكره البرازيليه تطورت كثيرا لتحظى بهذين اللاعبين. في رايي نعم يحتاجان ان ينتقلا لناد اكبر. ففي البرازيل الآن نتحدث كثيرا عن انتقالهما لبرشلونة لنادي أكبر في البريمير ليج بالنسبة لرافينيا،
ولكن أنتوني أعتقد أنه سيبقى لمدة موسم مع أياكس، لن يبقى طويلا، ولكن لديه الفرصة. هو لاعب رائع على المستوى المهاري، على المستوى، ولكن رافينيا، بالنسبة رافينيا سيدعم موقفه فينيسيوس جونيور أن ينتقل لنادي أكبر كريال مدريد. الأمر لاعبان مميزان جدا كما ذكرت أنت. الناس في البرازيل متحمسون كثيرا تجاه هذين اللاعبين. إزاي شفت نهاية مشوار، الحقيقة مشوار حافل طبعا بعدد كبير من النجاحات والإنجازات لطبعا نجم المنتخب البرازيلي ونجم الريال مارسيلو اللي كان الموسم ده هو الأخير ليه، ورأيك في مستقبل مارسيلو في ظل رغبة عدد من الفرق في انتدابه للموسم المقبل، في مقدمتهم طبعا موناكو الفرنسي، في مقدمتهم أيضا اي سي ميلان الإيطالية، وبعض الفرق المهتمة الحقيقة بالظهير الأيسر لمنتخب البرازيل داخل الدوري الأسباني زي مثلا بلد الوليد. مارسيلو هو لاعب محترف رائع، هو كان يلعب في أكبر نادي في العالم، هو أصبح أسطورة في إسبانيا في مدريد، هو أصبح أسطورة لنادي ريال مدريد الآن، هو كان عليها أن يبقى الآن، هو كان لديه ميليتاو، رودريجو، فينيسيوس جونيور، كان لديه مجموعة رائعة من اللاعبين البرازيليين. بالنسبة لريال مدريد الآن لديه مجموعة من الرائعين، ومارسيلو الآن لديه فرص جيدة أن ينتقل، وأيضا كازيميرو في ريال مدريد هو الآن سيكون قائد المجموعة البرازيلية في ريال مدريد. يجب على اللاعبين البرازيليين أن يستفيدوا من هذا التطور الذي حدث لمارسيلو. ميليتاو، فينيسيوس جونيور، وبالطبع كاسيميرو ورودريجو، نعم سيؤدون بشكل جيد ويستكملوا المسيرة البرازيلية مع ريال مدريد. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ما زلنا نستمتع بنجوم السامبا، وحاولوا كبالميراس تجتهدوا، وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا نصيب نتقابل تاني قريب جدا في نسخة من نسخ كأس العالم. جلوبير لياندرو طبعا نجم منتخب البرازيل ومانشستر سيتي السابق كان ضيفنا النهاردة في السادسة. بعد الفاصل واحد من نجوم الثمانيات كابتن أسامة عباس هيشرفنا في السادسة، ونرجع معاه ومعاكم الحقيقة فلاش باك لواحدة من أجمل فترات الحقيقة مش بس للأهلي لكن على مستوى الكرة المصرية، إنجازات كتيرة جدا وبداية تألق قاري ودولي في بداية الثمانيات. خلينا نرجع للفلاش باك ده في السادسة مع حضراتكم بس بعد الفاصل. الثمانينات وما أدراك ما الثمانينات، أنا الحقيقة يعني كنت صغير طبعا بس ابتدت قصة حب وعشق الكورة مع الجيل ده. كنت بتتكلم طبعا على فطاحل، على أساطير، ويمكن اللي بيميز الفترة دي شوية يعني أنه الكورة فيها كانت للكورة وبس، والانتماء كان واحد من أكتر الحاجات اللي بيحرك واللي بيمثل دوافع عند اللعيبة اللي بتلعب لفرقها وكمان لمنتخبات مصر. بيشرفنا النهاردة في السادسة واحد من نجومها الحقيقة ونجوم النادي الأهلي كابتن أسامة عباس. مساء الخير يا كابتن اسامه، واهلا وسهلا بيك في قناه الاهلي وفي السادسه. وانا سعيد مع حضرتك لان انت من الشخصيات المحترمه جدا وانا متابع ليك جيد، يعني تشرف لينا ربنا يخليك. يعني الحقيقه يمكن انا مش قادر ادخل في الكوره على طول وفي الاهلي وفي الجونه، يعني انا شفت شويه لقطات تهيالي طبعا انت شخصيا وانت بتتفرج عليها دلوقتي خدتك ورجعت لك فلاش باك. اكيد طبعا زمن جميل ده طبعا، اكيد من الايام الجميله طبعا الواحد ما يقدرش ينساها، هي طبعا جيل التمنيات يعني. يعني الواحد ابتديت مع مين يا كابتن اسامه؟ انا ابتديت مدرسه الكوره يعني طبعا. الكوره الشراب دي كانت نمره واحد اللي هي لعبنا كوره الشراب دي في كرة الشارع. شراب خلاص عشان الشوارع بقت زحمه جدا، وهو يمكن لما كوره الشراب اختفت كتير من المواهب اختفت كمان، ودي حقيقي. لان طبعا كوره الشراب كانت بتعمل مهارات فظيعه للعيبه. طبعا انا من منطقه كمان كانت منطقه مليانه بالنجوم، كانت منطقه السيده زينب في المنيره. فكان احنا كنا خمسه اخوات كمان، اشرف وايمن وايهاب واكرم، كنا كلنا لعيب الكوره. كنا عندنا في البيت كده زي حوش بنلعب فيه، حوش كبير كده ونقعد نلعب فيه، وبعد كده خرجنا بقى للشارع شويه
طبعا كان نفس الجيل بتاعي ونفس المنطقه كان اسامه عرابي دوت اخويا وصديقي وعشره عمر كبيره جدا، وطبعا الكابتن فاروق جعفر في نفس الشارع برضو عندنا، وكان الكابتن مجدي امام لاعب المصري ولاعب الاهلي، فكان عندنا نجوم كتير قوي في المنطقه. وبعد كده بقى كنت في المدرسه وجال كان ايامها المدرسين تربيه رياضيه، كان الكابتن عمرو ابو المجد جاي فشافني وانا بلعب هناك، فجي وقال لي ممكن تيجي النادي الاهلي، فانا بحسبه بيهزر يعني مش في دماغي مين ده، ما كنتش اعرفه طبعا. ما فكرتش انت اساسا انك انت تروح يعني تلعب كوره وبتحبك، ما فكرتش تروح تقدم في نادي يعني تجرب تاخد التجربه؟ لا بصراحه لا، على مستوى كان لكن لسه في عين شافتك وطلبت منك تروح بالزبط. النادي كان الدكتور عمرو ابو المجد اداني كارت وقال لي انا عايزك في النادي، كان في ايام اختبارات ورحت فعلا من اول اختبار الحمد لله اتخذت يعني، وبعد كده انضميت لمدرسه الكوره في النادي الاهلي. طبعا رحت لقيت الكابتن طاهر ابو زيد قبليه بسنه، وبعد كده جيل طاهر وكابتن علاء مهوب طبعا وكابتن محمد حشيش احنا الاربعه تدرجنا في المواليد كلها لحد ما وصلنا للدرجه الاولى، ودي عشره عمر بقى لها 45 سنه. وانا طبعا علاء مهوب بالذات كمان من الشخصيه المحترمه جدا على المستوى الشخصي، وحشيش وطاهر ابو زيد وما زلنا لحد دلوقتي على اتصال ببعض وبنشوف بعض من حين لاخر يعني. كابتن طاهر هو اللي بيعزمنا على طول يعني. طب عظيم، خليني هرجع طبعا للمشوار وللتهالي. الفتره دي كانت فتره يعني الكره المصريه فيها كانت في بدايه اعتقد تالق على مستوى منتخبات وعلى مستوى انديه. اكيد. يعني 57 و59 انا لا شفتهم ولا عشتهم، بس بفتكر كويس قوي 86 انا في القاهره طبعا، بطوله افريقيا، ومن بعد كده كاس العالم 90، بطولات الانديه المصريه في افريقيا، اهلي وزمالك ومقاولين في الفتره دي، فتره الثمانينات برضو. عايز اخد رايك بس في طبعا جمهور النادي الاهلي اليومين دول متابع بشكل كبير جدا القياده الفنيه الجديده عندنا. طبعا كانت مباراه بتروجيت في كاس مصر نسخه السيزون الاخير، عندنا بكره ماتش الجونه. ازاي شايف الاهلي تحت قياده ريكاردو سواريش، وازاي شايف المرحله اللي جايه من اول مباراه الجونه بكره ان شاء الله؟ طبعا الفتره اللي فاتت طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا يعني لو اتكلمت عليه طبعا تبقى شهادتي مجروحه. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا على المستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي وعلى افريقيا. فطبعا بعد رحيل مسلماني بدا النادي الاهلي طبعا بقياده سامي قمصان يشتغل الشغل بتاعه سامي، وفي بدا اللعيبه تفوق شويه غير الاول. وانا شايف الفتره الجايه ديت برضو ان شاء الله مع سواريز هيبقى في شغل تاني خالص، لان هو شكله من المدربين اللي بيحبوا يشتغلوا وبيحب الشغل بتاعه. حتى انفعالاته في الماتش اللي فات مع بتروجيت كانت باينه قوي، يعني واحد غيره كان ممكن يقول لك هتستنى شويه ماتش او ماتشين اتفرج شويه على الفرقه. لا طبعا، فهو نزل يعني من وجهه نظرك يحسب له انه قال لك لا طبعًا. انا اشيل المسؤوليه بقى طبعًا. في الملعب تحسب له طبعا اكيد. في مدربين يقول لك لا انا هقعد في المدرج ابص على الفرقه وكده، اما هو نزل ماتش بتروجيت وعمل الفرقه عملت جيم كبير جدا، كان ممكن يكسبه اكتر من كده يعني، وبدا فيه شغل يعني. هو طبعا مش هيبان الشغل بتاعه دلوقتي طبعًا. لسه قدامه بتاع 6-7 ماتشات. طيب تعالى افكرك افكر مشاهدي السادسه بتاريخ مواجهات. طبعا انت يمكن لما كنت بتلعب كابتن اسامه ما كانش فيها اساسا حاجه اسمها الجونه، مش بس فريق الجونه بالظبط، وافد جديد طبعا على الدوري في السنوات الاخيره، لكن طبعا ده ما يمنعش ان في تاريخ من المواجهات في اوقات كتيره جدا. الجونه الحقيقه كانت بتقدم مردود كويس، وكانت بتبقى واحده من الفرق الصعبه وخصوصا على ملعبها. فتعالى نفتكر كده ونفكر الناس بتاريخ مواجهات الاهلي والجونه، ونرجع أوكي. نكمل كلامنا معاك. اتفضل. تاريخ جيد شاهد على مواجهات الاهلي امام الجونه قبل لقائهما غدا في مباراه مؤجله من الجوله 9 لبطوله الدوري الممتاز. ولكن للمارد الأحمر دائما نصيب الأسد في عدد المباريات التي حقق فيها الفوز على الجونة. التقى الأهلي مع الجونة في 17 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر في 10 لقاءات
مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي، وانتهت 6 مباريات بالتعادل. ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات الموسم قبل الماضي 2019-2020، عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حمل التوقيع وليد سليمان ب3 أهداف هاتريك وحسين الشحات بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. سجل لاعبو الأهلي 27 هدفا في شباك الجونة في مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري. كانت أكبر نتيجة حققها الأهلي على الجونة بنتيجة 13-0 في مباراة دور 16 من بطولة كأس مصر للعام 2015، وذلك بعدما خاض الفريق الساحلي تلك المباراة بفريق الناشئين بسبب هبوطه إلى الدرجة الثانية في ذلك الموسم. تقابل الأهلي مع الجونة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس الرابطة، وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. طبعا يعني احنا متفقين انه بتهالي انه ماتشات الاهلي كلها اللي جايه ماتشات كؤوس، والاهلي ما يحتملش انه يفقد اي نقطه، لا يعني بتعادل ولا لا قدر الله بخساره. وفرصنا الحقيقه انا بشوف انها مع وجود سواريش اللي ناس كتيره جدا بتراهن عليه، صحيح الراجل ما تقدرش تشوف او تحس بشغله مره واحده، هياخد وقت شويه، لكن في حد ذاته وجود مدير فني اجنبي في التوقيت ده اعتقد هيكون بالنسبه للاعبتنا هيخلق دوافع كبيره جدا، وكل لاعب عايز يقول ينسى صفحه الماضي زي ما بنقول، ويقول للجهاز الفني الجديد انه انا اهو ممكن تراهن عليا في اللي جاي. فده ممكن يكون واحد من الحاجات الحقيقه اللي تطور اداء الفرقه بسرعه. شايف ماتش بكره زي ماتش صعب كابتن اسامه، وخصوصا انك رايح بعده لثلاث ماتشات في منتهى الصعوبه، عندك فيوتشر وبيراميدز والزمالك طبعا في نهائي الكاس يوم 21. اكيد زي ما انت قلت يا احمد ان كل الماتشات اللي جايه دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي ماتشات كؤوس. والنادي الاهلي لما بينزل اي مباراه، هي طبعا كل المباريات بقت صعبه دلوقتي لكل الفرق. النادي الاهلي متعود كل مباراه بينزلها نمره 1 مكسب، نمره 2 برضو مكسب، فان شاء الله هتبقى ماتش مباراه قويه جدا بين طبعا النادي الاهلي والجونه، ونشوف مباراه تليق بالنادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما احنا شفنا في التقرير من 17 مباراه لعبها مع الجونه كسب 10 مباريات والتعادل 7 تقريبا واتغلب مباراتين، فطبعا كفه النادي الاهلي على الجونه هو الارجح. وان شاء الله زي ما انت قلت برضو يا احمد ان اللعيبه دلوقتي عايزه تثبت للمدرب سواريز ان انا موجود، وكل لعيب عايز يبقى موجود في ال11 مش في الاحتياطي كمان، في ال11، فدي هتبقى فرصه كويسه، كل لعيب هيطلع اللي عنده عشان يوري المدير الفني، وفي نفس الوقت يبقى متواجد من ضمن اللعيبه الاساسيه. بداتوا مشوار الاهلي في افريقيا بنجاحات في الثمانينات، والحقيقه يمكن كنا بندردش انا وكابتن اسامه على بطولات افريقيا. طبعا الاهلي هو بعبع افريقيا الحقيقه، وفي السنوات الاخيره يمكن وفي ال20 سنة الاخيره قدر ياخد خطوات كبيره جدا ويفرق عن اقرب منافسيه على كل المستويات، سواء على مستوى بطوله دوري الابطال، سواء على مستوى بطولات سوبر افريقيا، سواء كمان على مستوى مشاركات الكاس العالم في ال20 سنة. بتكلم على 3 برونزية، بتهيألي مفيش حد قريب من الارقام دي. لكن كنا بنتكلم على افريقيا يا كابتن اسامه في الثمانينات وانتوا كنتوا بتلعبوا، يمكن مع في الفترة دي ما كانش الاحتراف دخل قوي في افريقيا، فاغلب الاندية الافريقية كانت بتبقى محتفظة باللعيبة بتاعتها، فكانت المنافسات مختلفة شوية. كلمني كده عن وبداياتك انت وبدايات جيلك مع والدخول مع الاهلي في بطولات افريقيا. طبعا الجيل الثمانينات ده انا كان ليا الشرف طبعا ان انا ابقى متواجد في هذا الجيل، طبعا كله نجوم طبعا من اولها كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل وكان احمد شوبير وكابتن احمد ناجي، كانت مجموعه كبيره جدا، الكابتن مصطفى يونس طبعا والكابتن حسام البدري ومصطفى عبده والكابتن محمود الخطيب طبعا ومختار مجموعه يعني الواحد خايف ينسى، وكابتن ماهر علاء ميهوب وكابتن ماهر همام وطاهر ابو زيد.
فكانت الفتره دي طبعا النادي الاهلي كان عنده نجوم. يعني انا اول مره لما كنت ببقى معاهم ببقى مخضوض بصراحه، يعني ان انا ليا الشرف ان انا ابقى موجود في هذا الجيل. طبعا كلهم يعني كلهم نجوم، يعني فطاحل طبعا، طبعا اسماء كبيره جدا كبير، وكابتن خليل جد الله وكابتن عامر، ويعني الواحد خايف ينسى حد بصراحه، كلهم عمالقه. كابتن ربيع، كابتن ربيع وكابتن مجد عبد الغني وكابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى عبده طبعا تاريخ كبير جدا يعني. فطبعا البطوله الافريقيه اللي هي كانت سنه 82 طبعا بقياده طبعا الجنرال الكابتن محمود الجوهري رحمه الله، يعني الله يرحمه. فكانت الفرق كلها مش عايز اقول لك اقوياء ازاي، يعني اللعيبه بتاعتها كلها طبعا ما فيش احتراف زي دلوقتي، كلهم موجودين. حاجه يعني صعبه جدا، كان على ما افتكر كنت في ماتش رينجرز، كنت احتياطي اللي هو قبل النهائي. انا كنت بشوف اللعيبه في الملعب، انا شايف رجل اللعيب والله العظيم ادي كنت بدعي ربنا ان ما حدش يصاب من عندنا عشان يقول لك انزل، لان كان العمليه صعبه جدا، يعني اللعيبه تخض. فطبعا كسبنا الماتش دوت في استاد القاهره وتعادلنا هناك، وبعد كده رحنا كوتوكو في غانا. طبعا كان الكابتن صالح سليم رحمه الله كان رئيس النادي، وكان هو موجود رئيس البعثه هناك، فاجتمع بينا قبل الماتش وقال لنا انا عايز ارجع بالكاس. هو ما بيتكلمش كتير يعني. فقال لك عايزين نرجع بالكاس، وطبعا الفرقه كانت قد المسؤوليه، وكابتن محمود الجوهري، وكان ماتش قوي جدا. حتى رئيس الجمهوريه في غانا نزل بالطياره بتاعته الخاصه في الملعب. ده في ماتش مباراه النهائي. النهائي في كوتوكو هناك، كان ارهاب كوتوكو يعني. هناك عشانتي كوتوكو ده كان زي الاهلي مثلا، زي الاهلي يعني جماهير الكوره هناك لا مجانين، لا مجانين طبعا حاجه مجنين. صعبه جدا يعني. فطبعا الماتش كان صعب جدا، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني باول بطوله. وكانت اصعب بطوله لو سالت اي حد هيقول لك اصعب بطوله كانت في الفتره دي هي بطوله 82 وطبعا بجون الكابتن محمود الخطيب طبعا مشهور طبعا يعني. طيب خلينا نقول للناس برضو ان في ميداليه جديده جت لمصر في دوره البحر المتوسط. بطل احمد جابر حقق ميداليه برونز في منافسات خطف فوق وزن 120 كيلو، وبكده مصر بتوصل او بيوصل رصيدها ل 46 ميداليه، منهم 11 ذهب 14 فضه و21 ميداليه برونزيه. وقول الو يا كابتن اسامه. الو يا اسامه، منور يا اسامه. يا كابتن علاء على طول كده. لا انا اقدر 45 سنه يا كابتن علاء ميهوب. مساء الفل. خير يا احمد. انا عايز اقول لك ان قبل الهوا قعدت اتكلم انا وكابتن اسامه ونسترجع شويه ذكريات حلوه كده، اسمك اتقال فيها ولا 10 12 مره مثلا. مساء الخير يا احمد، ودايما مساء الخير يا كابتن علاء. برنامج بتاعك الكبير. لا اصل انت النهارده مستضيف واحد من مش لعيب كره زميل، ده يعني تقريبا احنا كنا اخوات، ما كناش بنسيب بعض خالص. من يوم ما دخلت النادي الاهلي انا دخلت، انا عندي 13 سنه بس انا رحت اختبارات، انا سمعت الحوار من اوله طبعا، وتم كان سبقني في الكوره، لكن من يوم ما دخلت النادي وتعرفت على اسامه عايز اقول لك يعني بسرعه قوي تعبنا على بعض، وكنا بنسيب بعض خالص. عايز اقول لك كان في رباعي كده في النادي الاهلي كان طاهر وحشيش واسامه وعلاء في الناشئين، يعني واحنا عندنا 14 سنه، يعني انا واسامه وحشيش وطاهر عندنا 14 سنه، فضلنا مع بعض لحد ما وصلنا فريق اول النادي الاهلي. فانت بتتكلم على يعني عمر كبير جدا، مرورا بكل المنتخبات اللي ممكن تتخيلها في حياتك، بقى منتخب مناطق، منتخب مصر الناشئين، وواحده كاس عالم الناشئين، هو منتخب اول ومباراه كبير جدا. لكن انا علاقتي كانت باسامه علاقه زي ما بقول لك كده، كنا يعني كنا بنسيب بعض لحظه، كنا في النادي مع بعض، وبعدين كنا خلص تمرين انا كنت بركب من التحرير عشان كنت اروح الجيزه، وبعدين من الجيزه الحمديه، واسامه زي ما كانت بتتكلم الوقت كان ساكن في المنيره. ايوه تخيل يا احمد، احنا يوميا كنا نخلص تمرين ونتمشى كوبري قصر النيل ده انا واسامه مع بعض. اولا ما كناش بطل ضحك وتهريج، وكانت الحياه سهله ولذيذه جدا. وعايز اقول لك اللي قاعد قدامك ده يعني ما بيبطلش ضحك ومقالب في الناس. وكنا والله كنا بنقضي وقت فظيع، وقت جميل جدا جدا. حتى سفر افريقيا اللي هي كانت بتبقى متعبه جدا بالنسبه لنا، خصوصا واحنا في صغيرين في الناشئين، كنا دايما مبسوطين وضحك وتهريج. واسامه علاقتنا ما انتهتش الحمد لله مع بعض على طول. يمكن كابتن علاء وانت بتتكلم كده، يعني كنت بتكلم مع كابتن اسامه على فكره
الفوارق في عصر الاحتراف بين الانتماء وبين الاحساس بالعيله الواحده، بيتهيالي الروابط دي ما بقتش موجوده قوي في الاجيال الجديده. يعني فكره انك انت تبقى مشوار عمر او صاحب عمر او حد انت مرتبط معاه بذكريات كتير قوي ما بقيناش بنشوفها حتى بين الجيل الجديد ده من اللعيبه. لان كل جيل يا احمد دلوقتي كل سنه انت بتلاقي لعيب جديد جنبك او بيع وشراء في لعيب جنبك، لكن ما فيش لعيب مثلا من الناشئين طالعين مع بعض ومكملين. ايوه يعني هو على قد ما كان الاحتراف فيه ميزه دلوقتي، لكن احنا كنا زمان محترفين من غير احتراف. احنا كنا بنقضي يومنا كله في النادي واحنا صغيرين قبل ما نلعب الفريق اول وكده، كانت متعتنا نخلص تمرين ونتفرج على الفريق الاكبر مننا والاكبر مننا. وده بتكلم معاك قبل كده بقول لك انا كنت بقى في قايه السعاده ونتفرج على تمرين الفريق الاول، نقعد انا واسامه وحشيش وطه نتفرج على النجوم الكبيره دي هم بيتمرنوا وتشوفهم تتكلم معاهم. بقول لك انا واحد لما كنت بعدي بس جنب لعيب من اللعيب الكبيره دي كنت بروح لاصحابي بحكي لهم بس حمضية النهارده شفت فلان والنهارده شفت فلان. فدي كانت من احلى دي احلى ايامنا. يعني اسامه كان بيتكلم الوقت على 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 نهائي كتوفه. لا انت بتتكلم على فريق عيله واحده مسافرين كتوفه بطياره حربيه. انت اسامه لسه يقولها دي طياره حربيه كانت لسه كمان يعني متطوره قوي، لكن انت بتسافر عشان تكسب عشان ده النادي الاهلي اللي انت مهتم بيه. ان انت من وانت صغير طول عمرك ما بتفكرش في حاجه واحده بس، انك انت في نادي ما بيعرفش غير مكسب. عشان كده كلنا اتربينا على الموضوع ده انا واسامه وكل الاجيال الجميله اللي عدت في النادي الاهلي. فمش عايز اخد بقى الحديث منكم، انا بس اولا سعيد جدا بوجودك النهارده واسامه مع احمد. احمد شخصيه جميله ومقدم رائع طبعا يعني. الله يخليك كابتن علاء. الشخصيات الجميله لقناه الاهلي زي كل الناس. ده شرف ليا النهارده سعيد لا يا حبيبي ربنا يخليك. انا كمان سعيد جدا النهارده قناه الاهلي صدت اسامه من خلالك يا احمد. طبعا طبعا شرفنا دايما. حوار جميل ولذيذ كده وانا مستمتع بيك بقى فكمله، مش عايز اقطع على الحديث ده. نسعد بيك دايما كابتن علاء. سريعا جدا هنعمل ايه بكره ان شاء الله؟ قول لي كده رايك في ماتش بكره. كل خير مكتب ان شاء الله باذن الله. انا بتكلم دلوقتي مع اسامه وجاب تاريخ المهاجمات كده. ايوه ما فكرتش في مكتب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا نجم قناه الاهلي ونجم النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب. طبعا مشوار طويل جدا ويعني علاء ده من اللعيبه يعني على المستوى الشخصي حد جميل جدا تحبه من اول ما تتكلم معاه، غير بقى ان هو لعيب يعني من طراز يعني سابق عصره بصراحه. ايوه حقيقي. يعني هو عمل شغل يعني النادي الاهلي لا لما علاء يكون فايق النادي الاهلي كله يبقى فايق، دي حقيقه مش مجامله. علاء من الهافات اللي هي كانت سابقه عصرها فعلا، اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الاختراقات والحاجات دي علاء كان بيعملها من الثمانينات، فدي حاجه يعني علاء مهما كلمت عليه مش طبعا. ولاعيب ستايل وكنت تحب الكره تجيله عشان تتفرج عليه وهو هيعمل فيها ايه. خلينا نتكلم اكتر على المشوار وعلى الفوارق، لان يمكن احنا بنمر الفتره الاخرانيه بشويه مطبات صعبه كده كابتن اسامه. اسمح لي اروح لفاصل وارجع بقى افتح معاك ملف المطبات ونقارن كده بين جيل وبين جيل وبين اسماء الحقيقه عظيمه كانت صاحبه بصمه ومهمه جدا في الكره المصريه، بس بعد ما نرجع من الفاصل. اتفضل. لو انت من مواليد الالفيه الجديده صدقني فاتك كتير، لانه الحقيقه في الثمانينات والتسعينات كان في اسماء في كل المجالات، يعني مش بس جوه الملعب لا بره الملعب حقيقه على اعلى مستوى. الجنرال الجوهري طبعا في المقدمه، كابتن هاني مصطفى، كابتن انور سلامه، كابتن سايس وغيرهم وغيرهم طبعا. وفي المستطيل حدث ولا حرج، يعني بتهيألي واحده من اكثر الفترات اللي كان فيها غزاره في تقديم المواهب الحقيقيه اللي معيارها تقيل، يعني موهبه بجد في الكره المصريه. يعني وانت قاعد حاطط رجل على رجل كده تطلع تشكيل من اي 11 يمثلوا المنتخب تدخل بيهم اي بطوله وانت مطمن. وهنسترجع معاكم كده للي عايز يعرف واللي عايز يسمع مع كابتن أسامة عباس ضيفنا ونجمنا كده في السادسة جزء من الذكريات مشوار وبطولات. الحقيقة كابتن أسامة شارك في أكتر من نسخة كاس عالم، كاس عالم شباب 81 في أستراليا، كاس عالم عسكري 87 في إيطاليا وغيرها طبعا من البطولات. ونشوف مع بعض شوية صور كده يا كابتن أسامة. ماشي أوكي. تفكرنا بيهم. دي في الإسماعيلي بقى الجيل الذهبي الإسماعيلي بعد ما سبت النادي الاهلي طبعا. أيوة. انتقلت للاسماعيلي. كان جالي اكتر من عرض من اكتر من نادي، بس انا طبعا كان في اكتر من لعيب معايا في المنتخب، خالد القماش وشحته والصاوي كانوا معايا في المنتخب مصر الناشئين. فيعني وكابتن شحته هو اللي طلبني وقتها بالاسم وبعت لي ناس البيت يعني،
فانا رحت وقابلته وانتقلت انتقلت للنادي الاسماعيلي على طول. يعني نروح للصوره اللي بعدها. دي كنا المباراه النهائيه في غانا، ده كابتن صالح سليم وانا اللي قاعد جنبه وكابتن احمد شوبير اللي موطي، وكابتن اكرامي برضو اللي موطي هنا اهو لابس تيشيرت ابيض. أيوة. وكابتن احمد ماهر لابس تيشيرت اسود عليه اديداس. دي كانت في النهائي، وكابتن مصطفى يونس قاعد في الوش هناك، وجابه الكابتن مصطفى عبده. وكان طبعا في اقصى يمين الصوره في المريحه. ايوه بالظبط. وكابتن ربيع ياسين. كابتن صالح كان طبعا شخصيه لا دي ده فزه يعني. طبعا كابتن صالح يعني من الشخصيات المحترمه جدا. أيوة. مش هقدر اتكلم عليه اصلا. طبعا طبعا ده المنتخب الاولمبي. طبعا هنا معايا في توتو من على اليمين، في محسن عبد المسيح، في انا، في كابتن صابر عيد المحلي. الصوره دي بمناسبه ايه يا كابتن اسامه؟ ده منتخب مصر الاولمبي. ده منتخب مصر الاولمبي. ده كابتن شوبير اللي في الشمال تحت. كابتن ده كابتن شوبير قاعد تحت اهو وجنبيه. والله في شبه من مصطفى. بالزبط. جدا. بالزبط. يعني شبه كبير جدا جدا. صحيح. والكابتن تيسير على يمينه، وكابتن زكريا ناصر. يا عمر عدى عمر عدى. صحيح. وحمد ابو رادي وطارق سليمان وعاشور و مجموعة كبيرة جدا، وحمامة بتاع بلاستيك، كابتن عيد بتاع الاتحاد، ومجد درويش الاهلي، ومجموعة كبيرة طبعا، وخالد الامشاطي، واسماعيل توتا انا قلته، والاسناوي بتاع الاتحاد فوق، وحمد ابو راضي. كابتن حمدي ابو راضي. مجموعة كبيرة جدا. طب خلينا نوقف عند الصورة دي. تمام. والله انا حابب جدا اكمل معاك بقية الصور، بس معانا حد يعني قول الو برضه بنشوف هتجيبه زي كابتن علاء كده ولا هتاخد وقت. الو الو. ايوه يا حشيش على طول. لا حاضر. ايه نجم، اخبارك ايه يا حبيبي؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الدنيا وحشنا يا حش والله. الله يخليك يا اسامه، منور القناه. ربنا يخليك يا حشيش. ده الله. انت عامل ايه وصحتك؟ تمام الحمد لله. لازم بس انا نحيي احمد حبيبك يا حشيش، بنسعد بيك دايما. ازيك انت، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا حميد. الحمد لله. بقالك كتير ما طلتش علينا. ايوه بالظبط كده. سعدنا وتنورنا في اي وقت طبعا. ان شاء الله قريب باذن الله. يعني الرباعي انا حفظت خلاص بقى، كابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن علاء وكابتن طاهر. ايوه مظبوط. كابتن اسامه جاب لي جزء من التاريخ، تاريخ طويل طبعا وعشره كبيره جدا، بس اسمع. أيوة منك برضو. يعني يهمنا نسمع اكيد في مواقف وفي ذكريات طبعا حلوه طبعا كتير جدا جمعت بينكم وبين بعض. اسامه طبعا من الناس المقربه ليا جدا، لان هو وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب كنا احنا يعني سن واحد، وفريق بقى طبعا يعني تحت 14 سنه او يعني 13 سنه كنا في النادي الاهلي في اوائل السبعينات كده، واستمرنا بقى مع بعض فتره كبيره بقى خلال منتخبات القاهره وبعدين منتخب مصر، وسفريات بقى طبعا كتيره، وحصلنا على كاس افريقيا، اول منتخب مصري للشباب يفوز ببطوله افريقيا اللي بموجب الكاس دي، وصلنا طبعا لنهائيات كاس العالم في استراليا 81 مع مجموعه كبيره الحقيقه من اللعيبه. يعني كلهم لما رجعنا بقى بعد ما خلصنا كان كل اللعيبه دي لعبت فرقها طبعا، وكانوا نجوم في فرقهم. يعني ايه اللي حصل في كاس العالم؟ انا عارف ان في قصه في كاس العالم بتاع استراليا 81 ده. هو طبعا احنا كنا عاملين ماتشات يعني كبيره جدا، كنا طبعا المجموعه بتاعتنا كانت بتضم اسبانيا والمانيا والمكسيك. تعادلنا اول مباراه خالص كانت 2-2 مع اسبانيا، وبعدين كسبنا المانيا 2-1 اللي هي بطلت بعد كده اللي خدت الكاس يعني. وبعد كده سافرنا لعبنا مع المكسيك في بلد تانية، تعادلنا 3-3 وطلعنا دور الثمانية. أثناء الفترة دي طبعا وبالتحديد في ماتش ألمانيا عرفنا بقى موت رئيس الراحل أنور السادات. أيوة. في الاغتيال طبعا المعروف سنة 81. والحياة دي أثرت علينا كلنا وعلى البعثة، لأن كان وسائل الاتصال طبعا صعبة وقتها. أيوة. فكنا بنعرف بقى أخبار أن طبعا الدنيا مقلوبة في مصر، وحتى البعثة ما بقتش عارفة هنرجع ولا هنكمل وكده. ده أثر علينا طبعا في مباراة انجلترا بعد ما كنا متقدمين على انجلترا 2-0 اتغلبنا 4-2 وخرجنا من ال. انتوا عرفتوا الخبر بين الشوطين صح مظبوط؟ عرفنا بعد ماتش المانيا. بعد ماتش المانيا. فروحنا بعد كده مباراة المكسيك، وبعد كده رحنا انجلترا بس كنا متأثرين بقى كل شوية. الأحداث يعني هنخرج هنرجع. طبعا كل واحد قلقان على يعني بيته واسرته والده والدته واخواته، وكنا قلقانين يعني. فده طبعا اثر بشكل كبير جدا طبعا على يعني تكمله المشوار يعني. ايوه.
وبرغم كده سافرنا على الصين، لعبنا دوره هناك بتاعت سور الصين العظيم، وكانت برضو بتضم اربع فرق طبعا، احنا وامريكا والصين واستراليا، وخدنا البطوله ورجعنا على يعني على مصر يعني. وكانت المفاجاه طبعا يعني بعد الانجاز الكبير اللي عملناه ده، المكافاه بتاعتنا انهم سرحوا الفرقه كلها يعني. كابتن اسامه كان بيحكي لي صحيح دلوقتي، ودي كانت مفاجاه سعيده بالنسبه لنا كلنا يعني. شكرا جزيلا، شكرا على حسن تعاونكم. بالظبط كده، بالظبط كده. نسعد بيك دايما يا كابتن حشيش، بشكرك شكرا جزيلا، واحد طبعا من اصدقاء رحله العمر. نكمل عشان وقتنا يا كابتن اسامه، معانا يعني مجموعه صور كنا مجهزينها لحضرتك، وهتاخدنا الحقيقه. وده المنتخب برضو الاولمبي، مصطفى الزفتاوي من اليمين، وخالد الامشاطي، والكابتن محمد رضوان رئيس قطاع المقاولين دلوقتي ولاعب المقاولين، وحماده صدقي، ومحمود صالح. انت دلوقتي في سيراميكا يا كابتن اسامه. ومحمود صالح، وعلاء نبيل، وانا اللي قاعد تحت علاء نبيل من الشمال، وتيسير بدوي، الوشاحي، علاء جن المقاولين. تمام. الصوره اللي بعدها هنحاول ناخد مع كابتن اسامه اكبر قدر من الصور. دي في الطياره واحنا راجعين بقى من كوتوكو. كابتن محمود الخطيب واقع، ده كابتن جوهري هقول له على يمين الصوره تحت. ايوه، كابتن جوهري وكابتن زيزو جنبه. والناحيه الثانيه زكريا ناصف، وانا جنبه باصص لطاهر كان بيكلمني. واقف ورا بالقميص الابيض، وكابتن مجدي عبد الغني، وكابتن الخطيب بيقعد في الجرافطه. يعني مجموعه ما شاء الله. ذكريات كابتن مجدي طبعا في اول صوره. نروح للصوره اللي بعدها، دي انا وكابتن اكرامي. طبعا لان انا ماسك فرع اكاديميه النادي الاهلي في العبور. وطبعا كل النجوم دي بتيجي الفرع، وده منتخب مصر الناشئين. عاشور اهو واقف فوق، مصطفى ابو الذهب، علاء ميهوب، حشيش، خميس حسن من اسكندريه، اسامه عباس، القماش من تحت، محمد حلمي، خالد ابو فتوح المحله، سيد الكابتن طاهر ابو زيد. لسه ما جناش طبعا كل ده لكاس العالم العسكري 87. ده برضو في الطياره مع كابتن مصطفى عبده، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن ثابت البطل الله يرحمه طبعا، وانا اللي باصص من فوق دوت. في حد قال لك قبل كده انك فيك شبه شويه من اسلام الشاطر؟ يعني الصور وانت صغير فيك شويه يعني. هم كانوا بيقولوا في شويه من يعني من هشام صالح، هشام سليم، كابتن شريف عبد المنعم، ايمن شوقي، وكابتن شريف برضو ايمن شوقي. ايمن شوقي ده كاس افريقيا اللي احنا خدناه، كابتن ماهر همام طبعا اسطوره، كان لعيب كبير طبعا، كابتن ماهر الصخره، جندي المجهول. وده ماتش انجلترا بقى. ايوه ده اللي كنتوا كسبانين 2 و 2 واتغلبنا 4-2. ده انا والكابتن مصطفى ابو الدهب، دي برضه منتخب الناشئين، والكابتن هاني اهو في النص اهو. دربت مع مين يا كابتن اسامه؟ انا اتمرنت من اول مدرسه الكوره مع الدكتور ابراهيم شعلان، كابتن عمرو ابو المجد، كابتن سايس، الكابتن محسن صالح، كابتن هاني مصطفى، كابتن انور سلامه، كابتن احمد ماهر، مستر هيديوكوتي، كالوتشاي، كابتن جوهري، كابتن جنرال كبير. طبعا هيديوكوتي انا ما شفتوش، ما اتفرجتش، بس اسمع انه حاجه يعني حاجه نقله نوعيه طبعا. ده طبعا انا وكابتن فوزي في الاكاديميه، وده براء ابني، هو لعيب دلوقتي، ودي واحنا راجعين بالطياره الحربيه اللي كان بيتكلم عليها كابتن علاء دلوقتي. مش شايف طبعا تفاصيل وشوش، بس شايف انا اول واحد تحت اهو قاعد تحت، وكابتن اكرامي على شمالي، وكابتن رمضان السيد على يميني. انت اللي في نص الصوره بالظبط، انا اللي في نص اللي حاطط ايدك على رجلي الاثنين. والناحيه الثانيه علاء ميهوب اهو على الشمال خالص. والكابتن محمود الخطيب. الصور دي تحتفظوا بيها يا جماعه، الصور دي ده كنز ذكريات، دي حاجه يعني. طبعا دي تالية بنتي بقى، ربنا يخليها لي. وبراء وسيدرا، ربنا يخليهم. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا احمد. انا عارف كمان انه العيله دي، ده كاس افريقيا برضو، ده هو واحنا راجعين برضو، وانتوا راجعين كابتن عامر وكابتن اكرامي، وانا اللي نايم على كتف كابتن ماهر فوق، وخالد جد الله نايم على كتفي اهو، وكابتن فوز سكوتي وشمير وعلاء ميهوب، وكابتن محمد عامر وربيع ياسين، وكابتن مصطفى عبده، ومش بقى مين ده، كابتن مختار اللي في الاخر ده ولا ايه؟ مش واخد بالي صراحه. طبعا زيدان طبعا. دي كانت في ايام ما كنت في نادي الصيد، كان عندنا الدوره بتاع نادي الصيد، كان الكابتن زيدان موجود، وكان ولد زيدان برضو. زيدان كان لعيب طبعا، لعيب يعني على مستوى عالي. انا بشوفه يعني الحقيقه كان لازم كمان، هو نجح يعني، بشوفه من اللعيبه اللي نجحت بره طبعا اكيد، بس بشوف كمان كان ممكن يروح لابعد من كده يعني. كان هو واحمد حسام ميدو يعني كان المفروض يعدوا كمان شويه، امكانياتهم كانت بالظبط، بالذات زيدان حسام غالي كمان
وغالي طبعا. توتنهام يعني طبعًا. من الفرق الثقيله قوي اه بس حسام كمان كورته توديه لابعد من توتنهام طبعا. وده عمرو جمال طبعا. عمرو جمال اه من الناس المحترمه جدا يعني جد. كان صديق عزيز يعني. بيبو دي وانا كاس افريقيا ده كاس افريقيا اللي احنا خدناه قبل ما نروح كاس العالم تمام. فكانوا عاملين لنا حفله آه. وبيكرمونا وطبعا الكابتن محمود الخطيب كان موجود فطبعا جريت عليه عشان اتصور معاه طبعا يعني كابتن محمود الخطيب ايامها اللي اتصور معاه دي كانت حاجه كبيره جدا يعني ايوه. كلمني شويه كابتن اسامه ازاي بتشوف الكوره في مصر الفتره دي وخصوصا انه على مستوى المنتخبات مرينا بكذا مطب صعب واخرهم طبعا كيروش ايهاب جلال رحيل ايهاب جلال عدم القدره على التعاقد مع كذا مدرب وبعدين مدربين بيرفضوا شايف ده ازاي من وجهه نظرك؟ والله طبعا انا شايف كل دوت كابتن احمد ان ده تخبط يعني انا مش عارف انا عايز ايه يعني يعني انت عندك لعيبه لعيبه على مستوى عالي محتاجه بس مدير فني ازاي مع الوطني ولا مع الاجنبي انت؟ انا شخصيا مع الوطني مع الوطني اه طبعا. شايف مين شفت ازاي اللي حصل اول مع ايهاب جلال؟ طبعا انا زعلان جدا لان ايهاب جلال من المدربين المحترمين جدا عنده فكر عالي جدا عنده شغل محترم جدا انا شايف ان هو ما خدش الفرصه كامله يعني ما حكمش عليه على حاجه برضو سريعه جدا يعني انا اول مره اشوف يعني حد مدير فني يمشي بالطريقه مين من وجهه نظرك الاصلح الفتره اللي جايه يعني اذا تم اختيار مدير فني مصري وطني احنا عارف انه ممكن يجد الاتحاد صعوبه في انه يحصل على موافقه اي مدير فني وطني بعد اللي حصل مع ايهاب جلال بس اذا وكروش برضو ما كروش برضو قاعد يسيح وقال لك على موضوع الفلوس والحكايه يعني حاجات كتيره خلاص كروش اعتقد صفحه اتقفلت صعبه جدا طبعا لا صعب انا كنت سامع برضو بعض الناس كان عايزه تجيبه يعني فهو صعب ان هو يرجع تاني يعني انا بالنسبه لي كان يعني في المدربين الوطنيين كنت انا يعني قلت حسام حسن وكان ايهاب جلال اه هم جابوا ايهاب جلال وما خدش فرصته يعني يعني كامله زي ما بنقول يعني مش على ماتشات او مستوى بقى ولعب والحاجات دي كلها طب ما انت ما اديتلوش الفرصه عشان يشتغل هيبين ازاي يعني شغل يعني على الاقل اديله 3 شهور ويشتغل وفي كابتن حسام حسن طبعا يعني كابتن حسام حسن ده من المدربين من وجهه نظرك ليه لانه اسم حسام اتطرح ايام حسام البدري كابتن حسام البدري طبعًا واتطرح مع كارلوس كيروش واتطرح بعد كارلوس كيروش مع كابتن ايهاب جلال لكن يبدو انه دايما فكره ان حسام حسن كاسم مطروح بتواجه من رفض بصرف النظر عن مين صاحب القرار هو مشكله حسام حسن ان هم عارفينه ان هو متعصب حماسي يعني اما حسام دلوقتي انا على المستوى الشخصي انا شايفه هدي عن زمان كتير قوي يعني بدا يهدى قوي بدا يشتغل بقى ككوره مش العصبيه هو عنده الحته اللي هي اللي بتدي باور للعيبه والحاجات دي ودي مطلوبه طبعا بس هو حسام حسن واخد كتير قوي من كابتن جوهري شخصيه كابتن جوهري ان هو ما بيحبش حد يتدخل في شغله ما بيحبش ياخد اوردرات من حد فدي مشكله بالنسبه لحسام هم شايفين ان هم مش هيقدروا يسيطروا عليه صحيح ما شبعناش منك كابتن اسامه ربنا يخليك نتمنى ان شاء الله يكون ليها لقاءات ثانيه كتير تنورنا وتشرفنا في السادسه ويهمني طبعا اختم مع تجربتك مع سيراميكا لو تحب تقول لنا يعني طبعا اعتقد انه واحده من الفرق اللي قدمت كوره الحقيقه بشكل كويس في السنوات الاخيره في الكوره المصريه طبعا انا بحب اشكر الكابتن شامل دراز رئيس قطاع على دعمه ليا ودعمه للقطاع كله وعامل شغل عالي جدا للقطاع فانا بحب اشكره لان هو من الناس المحترمه جدا اللي بحب الشغل قوي وجاب بعض الناس اللي هتفيد القطاع فربنا يكرمنا جميعا وربنا كل التوفيق ليكم التوفيق باذن الله كابتن اسامه ربنا سعداء جدا بوجودك ونتمنى ان شاء الله الفرصه تتكرر ونتقابل مره ثانيه طبعا ان شاء الله يا كابتن احمد انا سعيد اني كنت مع حضرتك انا اسعد وبشكر حضراتكم على المتابعه ودايما على كل خير نتقابل بكره ان شاء الله يوم المباراه هتكون حلقه خاصه جدا في تغطيه الساعات الاخيره قبل مواجهه الاهلي والجونه في واحده من مؤجلات الدوري بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل بكره ان شاء الله في السادسه